بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. أهل البيت، هذا اللفظ الجميل وهذا اللفظ الظريف واللطيف، هذا ينطبق بنص من القرآن الحكيم وتفسير أهل البيت سلام الله عليهم، تفسير الرسول الكريم، وحتى كتب العامة ينطبق على الرسول صلى الله عليه وآله، على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أهل بيته المعصومين دون غيرهم. فأهل البيت، وإن كانت الآية الكريمة عندما نزلت أولا مرات عديدة الرسول الكريم، كما في تفسير هذه الآية وكما في كتب الحديث والروايات الكريمة والشريفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرة جمع أهل بيته، يعني السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك الحسن والحسين، الإمام الحسن والحسين عليهم السلام، وهو الرسول الكريم جمعهم تحت كساء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم ويسرني ما يسرهم، وإلى آخر الحديث الشريف. هذه عدة مرات الرسول الكريم قام بها، ونزلت الآية في إحدى المرات: إنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهي تشمل الرسول الكريم وتشمل السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتشمل الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، بسبب الأدلة الكثيرة الدالة على هذا المطلب، أنه للآية امتداد أهل البيت، وأهل البيت كلمة تطلق على 14 نفر، 14 إنسان، أولهم الرسول الكريم، وثانيهم الإمام أمير المؤمنين، وثالثهم السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت الرسول الكريم، والتي كما قال عنها القرآن الحكيم: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، إلى الآية: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لكناية عن أن الزهراء وصلت، اللي هي بنت الرسول الكريم، وصلت بحر الإمامة والولاية بمحيط النبوة والرسالة، وصلت هكذا، فأخرجت اللؤلؤ والمرجان الإمام الحسن الإمام الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين سلام الله عليه، ومنهم الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، اللي هو الإمام السادس ويعتبر المعصوم الثامن. هو الإمام الصادق يكون الإمام بالنسبة للأئمة الإمام السادس، وبالنسبة للمعصومين المعصوم الثامن. الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام مفخر للعالم، هو العالم صدقوا إذا كان عندهم إمام مثل إمامنا، مثل الإمام الصادق عليه السلام، لا أقاموا الدنيا وأقعدوها على اسم هذا الشخص العظيم، هاي الشخصية الكبيرة، الشخصية السماوية التي أتحف الله بها البشر وزين الأرض بوجوده،
الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق، ما أدراك ما الإمام الصادق؟ شكو علوم عصرية جديدة الآن، هاي كلها باعتراف حتى من الخبراء في هذا المجال، اعترافهم أنه وراء هذه العلوم الإمام الصادق سلام الله عليه. هو كما يقال معروف أبو الكيمياء والفيزياء والعلوم الأخرى. الإمام الصادق واقعا مفخرة، مفخرة للبشرية. أي الشيعة عندهم هيك إمام صادق، عندهم هيك شكل إمام، ومع الأسف هالشكل ما يعرفون يستفادون من وجود هذه الشخصية، يعرفون هاي الشخصية للعالم. أكثر من 4000 رسالة كما يذكر التاريخ كتبها الإمام الصادق عليه السلام، أملاها على تلميذه جابر بن حيان. جابر بن حيان الغرب يعرف هذا الاسم، هذا تلميذ الإمام الصادق. الإمام الصادق أملى عليه 4000 رسالة كتبها في علم الكيمياء والفيزياء وهاي العلوم اللي هذه موجودة في الغرب. أتذكر أنه بعض علمائنا السابقين بعد سقوط الحكومة العثمانية ومجيء الاستعمار استعمر البلاد، فتنقلوا في كل بلد إسلامي، في كل حتى الأرياف والقرى، كانوا يعلنون في ذلك الوقت أي واحد عنده كتاب خطي مخطوط إحنا نشتريه منه بقيمة جيدة. ذاك الوقت هم المال قليل بين الناس، هذا النفط الذهب والأسجد الأسود هذا كان مو موجود، وين كان الآن هم فلوسه تروح ما معلوم وين، الناس يعيشون في فقر. ولكن ذاك الوقت ما كان هذا الشيء، فكانوا يشترون الكتب الخطية يشتروها بأسعار جيدة ثمينة حتى يراقبون الناس. فشكوا عندهم كتب باعوها، والآن نشوف احنا كتبنا تراثنا الإسلامي موجود أكثر في المكتبات العامة في البلاد الغربية. هذا مو عجيب؟ هذا تراثنا رايح هناك. فالإمام الصادق وراء هذه العلوم العصرية الجديدة، وراءها، هو اللي أنشأها، هو اللي أسسها، هو اللي بيّن عنها، وذلك أجوا واستغلوها. الإمام الصادق سلام الله عليه ولد في اليوم الجمعة، وقيل في الاثنين، يوم الاثنين عند طلوع الفجر في اليوم 17 من ربيع الميلاد، من ربيع الأول، يعني صادف ولادته ولادة الرسول، جد ولادة جده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. وهذا لا يخلو من سر ولا يخلو من رمز، أنه الإمام الصادق يتولد في يوم اللي ولد فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، في اليوم 17 من ربيع الأول. فيتبين أنه الرسول اللي هو جاب الرسالة من قبل الله تبارك وتعالى للبشر، اللي قدر يوسع وينشر هاي الرسالة إلى العالم هو الإمام الصادق سلام الله عليه. لذلك تشوفون أنه أكثر روايات أهل البيت، أكثر روايات الشيعة هي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. والله يرحم السيد كاظم آية الله، السيد كاظم القزويني، هذا المنبر الخطيب المصقع رحمة الله على روح، هذا عند كلمة عند موسوعة من المهدي إلى اللحد، هاي الموسوعة لما يصل بها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه فنشوف تتجاوز 50 جزء، 50 جزء فقط في رحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. هالشكل الإمام الصادق بالنسبة للبقية، مثلا كلمة الإمام مثلا الإمام المهدي، من المهدي إلى الظهور عنده مجلد واحد،
ولكن بالنسبة للإمام الصادق من المهدي إلى الأحد عنده فوق 50 مجلد كتاب. فالإمام الصادق سلام الله عليه نشر الإسلام الصحيح الذي جاء به الرسول الكريم، نشره في زمانه وكان عنده أكثر من 4000 تلميذ كانوا يحضرون في مسجد الكوفة، لمسجد الكوفة ذلك الوقت عندنا بالتاريخ أنه أكبر من المسجد الموجود حاليا، كان أكبر من هذا. والإمام المهدي سلام الله عليه عندما يأتي ويجعل إن شاء الله عاصمة حكومته الكوفة يوسع المسجد ويرد إلى المسجد السابق اللي كان عليه من الوسعة ومن الاتساع اللي كان عليه. فالإمام الصادق سلام الله عليه إذن يوم ولادته، يوم ولادة الرسول، هذا يرمز إلى شيء، إلى وفيه سر من الأسرار اللي هو لعله من جملة هذه الأسرار ومن هذه الرموز، أنه استطاع الإمام الصادق أنه كما الإسلام جاء والناس أخرجهم من الجاهلية وصاروا مسلمين، الإمام الصادق جاء وجاء ونشر الإسلام وصار من يتبعه بالجعفري، يسموهم الجعفري، الجعفرية مقابل الشافعية، مقابل الحنفية، مقابل المالكية والشافعية. الجعفرية اللي هو أستاذ الجميع كان، وأبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان. أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت، فهو يقول إذا ما السنتين اللي أنا درستهن من الإمام الصادق سلام الله عليه لهلك، يعني ما كان يعرف شيء. فالإمام الصادق والأفضل أنه أهل المذاهب خلي يحكمون هاي الآية الكريمة في القرآن الكريم اللي هي خطاب إلى كل المسلمين. الله تبارك وتعالى يقول في هاي الآية الكريمة: أفمن يهدي إلى الحق، يعني يا ناس حكموا عقولكم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. يولا هذا اللي ما يعرف شيء إلا أنه يعرفوه يفهموه، هذا يجب اتباع اللي ما يفتهم ولازم يفهموه، مو ذاك الأول كان يقول أنه لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، مو ذاك الثاني كان يقول لولا علي لها لك عمر أكثر من 70 مرة يقولها، مو ذاك الثالث يقول تعبير يشبه هذه التعبيرات. فإذن العقل إنسان يحكمه، الأستاذ اللي الله أعطاه العلم أعطاه كل شيء هذا يكون يتبعه. الإمام الصادق سلام الله عليه والعلوم التي بينها وشرحها وعلمها لتلاميذه والتلاميذ وصلوها إنه هذا حقا يتبع، مو الذي ما يعرف شيء. وهذا تصريح من عنده الحنفي، يقول أبو حنيفة النعمان يقول لولا السنتان لهلك النعمان، فليش أنا أجي أتبعه، أتبع الأستاذ أنا أتبعه. فالله يخاطب الإنسان العاقل يقول له أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. الإمام الصادق اللي يهديك إلى الحق يهديك إلى الصراط المستقيم، وهو من المشمولين لآية العصمة، لآية الطهارة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا أحق أن يتبع، وذولاك اللي هم تلاميذ الإمام وما يعرفون شيء، وإذا ما كان الإمام يعلمهم ما كانوا يتعلمون ويعرفون شيء أصلا. فنسأل الله أنه مثل ما قال في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن. إن شاء الله نتدبر القرآن ونفكر ونجدد النظر في حياتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والحديث كثير عن في هذا المجال، ونكتفي بهذا القدر، وإذا سمحت لنا الفرصة إن شاء الله في أيام وحلقات قادمة
نستمر في هذا الحديث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.